طيب معانا يا أخواني سعادة العميد عارف حسن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة للشرطة الشارقة، بيكلمنا عن خدمة جديدة تطلقها القيادة العامة للشرطة الشارقة، وأعتقد أن هذه الخدمة يا أخواني مهمة جدا، ومهم جدا أن الناس تسمع المكالمة الجاية وتعرف تفاصيل الخدمة الجاية، لأنها بتسهل على الناس كثير، ويحتاج كل واحد الحين يسمعني إذا كان في السيارة ياخذ الهاتف ويسجل الرقم اللي بيذكره سعادة العميد، وإذا عنده قلم يكتب الرقم اللي بيذكره سعادة العميد، لأن هذا الرقم بيكون وايد مهم وبيسهل عليكم كثير من الأشياء. أنا ما أعرف شو هي الخدمة، لكن من اسمها عرفت أنه بتكون معينة للناس. اسم الخدمة عون، والله يجعلنا إن شاء الله دائماً عون للآخرين، قولوا آمين. سعادة العميد السلام عليكم ومساك الله بالخير. عليكم السلام، مرحبتين يا أخوي براشد. كيف الحال أخي الكريم؟ الله يسلمك ويطول عمرك. زميلنا الإعلامي القدير عارف حسن بن هديب، ما في شك في ذكريات وايد جميلة مع بعض. سيدي الفاضل تحدثنا عن خدمة عون. نعم طبعا في البداية براشد كل الشكر لكم وعلى جهودكم وفريق العمل عندك، على حقيقة ما تقومون فيه من جهد، لأنه اليوم أنتم تعتبرون إيصال أو لكم دور كبير في إيصال صوتنا ورسالتنا للمجتمع، وفي نفس الوقت من خلالكم نسمع آراء الناس ومقترحاتهم. واجبنا يعني يا أبو مايد، واجبنا نسعى إلى تحقيق أفضل خدمات إن شاء الله. واجبنا يا أبو مايد. يعني في الحقيقة موضوع النظام هذا طبعا في إطار حفظ وزارة الداخلية وتوجيهات سيدي الفريق سمو الشيخ زيد الزايد آل نهيان نائب رئيس مجلس وزراء وزير الداخلية لتحقيق التوجيهات الحكومية في تطوير حقيقة جميع الخدمات، وأيضا متابعة سيدي سعادة اللواء سيف الزر الشامسي قائد عام شرطة الشارقة الدائم وحرص على تطوير الخدمات للمتعاملين. اليوم دشن سعادة القائد العام خدمة تعتبر جديدة تضاف ضمن الخدمات الأمنية المقدمة لجميع شرائح المجتمع من القيادة العامة للشرطة الشارقة. طبعا نحن اليوم ما في شك نعرف مدى أهمية وسائل التواصل الاجتماعي ومدى انتشارها وتأثيرها بشكل كبير. اليوم من خلال الإحصائيات نقول أن مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى دولة الإمارات في 2019 تقريبا بلغ 20,800,000 ما شاء الله مستخدم نشط. 20,800,000 بالضبط، هذا نشط ها؟ نشط يعني تتكلم اليوم عن الفيسبوك عن تويتر عن الانستغرام. اليوم كل المؤسسات طبعا تسعى إلى استثمار وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إيصال رسائلها سواء كانت مؤسسات أو هيئات. ما في شك أن نحن كمؤسسات أمنية أيضا يعني واجب علينا أن نوصل لكل شرائح المجتمع بأي طريقة، يعني من خلال تسويق خدمات أو حتى خلنا نقول إيصال رسائل توعوية. لا. ليش اختيار الواتساب يعني بالذات اليوم الواتساب يعني بالنسبة لمنصات المحادثة الفورية يحتل المرتبة الأولى تقريبا 83%. ما في شخص ما عنده واتساب، ما في شخص ما يعني يشوف الواتساب خلنا نقول خلال 5 دقائق. اليوم كيف نستثمر خاصة أبو مايد اللي عنده وايد يسمونهم مجموعات أو جروبات؟ صحيح. اليوم هذا التطبيق موجود في كل تليفون وكل الناس تستخدمه، طيب أنا كيف أستثمر الواتساب هذا من خلال الوصول أو إيصال خدمات للناس؟ أنا اليوم أحسن فعالية التواصل الخارجي مع الجمهور عن طريق هذه الخدمة، بالإضافة إلى بأنه بيكون في دعم لمركز الاتصال. اليوم عندنا نحن مركز الاتصال اللي هو 901. نعم. هذا المركز طبعا يتلقى دائما اتصالات من المتعاملين يسألون عن استفسارات معينة، مثلا شو الإجراءات المطلوبة في تجديد رخصة أو تجديد مركبة. اليوم خدمة الواتساب ويعني أنا أدعو جميع حقيقة الناس أنهم يضيفون هذا الرقم اللي هو 06 56
3333. اللهم اني خازن هذا الرقم بس في التليفون ويسر لي. هذا رقم القياده العامه ولا هو نفسه المشروع هذا على نفس الرقم بحيث انه يكون سهل لجميع الناس؟ فهذا في 06 يستوي واتساب بعد حينه؟ يستوي واتساب بس يخزنه في التليفون عنده ويستدعيه عن طريق الواتساب. يكتب بس السلام عليكم او مرحبا، بيرد عليه طبعا المساعد الذكي، بيحدد له او بيطرح له الخدمات، اختار واحد ولا اثنين، اختار كذا اختار هكذا. بالضبط. طبعا الخدمات متنوعه، منها جنائي من حيث تقديم البلاغات وانواعها، وايضا مروريه من خلال الاستفسار عن مخالفات او طرق الدفع. طبعا البرنامج بيشرح له انه الدفع ممكن يكون عن طريق الامو اي او اللي هو تطبيق وزاره الداخليه، او عن طريق جهاز سهل او مراكز الخدمه الموجوده. بالاضافه الى احيانا في بعض الاتصالات فينا مثلا يقول لك وين المركز الفلاني او وين موقعه. اليوم عن طريق الواتساب من ضمن الخدمات اللي موجوده للاستفسار عن مراكز الشرطه الموجوده على مستوى الاماره، تنطرح كل المراكز الموجوده عن طريق، واللينكات تكون عن طريق المواقع، بحيث انه اللهم بس يضغط على اللينك ويشتغل عنده الجوجل ماب بيقدر يوصل للمركز بسهوله. اليوم نحن راعينا في هذه المساله ايضا ذوي الاحتياجات الخاصه. براشد حتى بالنسبه للاتصال اليوم انا اقصد فئه الصم والبكم، يعني اتصور ان في صعوبه في عمليه الاتصال اليوم اذا هو بيتصل مثلا يستفسر عن معلومه معينه، سواء عن طريق 3 9 او 9 0 1. هذه الخدمه بتوفر له كل الخدمات اللي ممكن هو يحتاجها، وانا اقصد الخدمات ذات الاولويه من ناحيه ترخيص المركبه او الحصول على رخصه او دفع المخالفات. الان سعادتك اذا سمحت لي، الان وانت تتكلم انا دخلت الهاتف وطلع عندي حتى الرقم خازننا من قبل، وحطيت وكتبت السلام عليكم، رد علي طبعا المساعد الذكي من شرطة الشارجة قال لي مرحبا، ويمكنك أن تطرح على سؤالك أو تختار الخدمة اللي رقمها من القائمة 1 خدمة شرطية، 2 3 4 تختار، وفي كذلك أردو كيليك لكهن بالأردو، ما أدري صح ولا غلط، وفي بالإنجليش فور إنجليش بليز تراي اي ان. فبالتالي 3 لغات موجوده ساعتك صحيح؟ بالضبط نحن طرحنا 3 لغات على اساس انه كل شرائح المجتمع اليوم تستفيد من هالخدمه. والخدمات اللي موجوده تقريبا مجمل الخدمات اللي تقدمها القياده العامه لشرطه الشارقه صحيح؟ اليوم براشد كمرحله اولى هذه الخدمات نقول ذات الاولويه، يعني اللي ممكن يستفيدون منها الناس او عليها تركيز بشكل اكبر، ولكن يعني في توجه خلال المرحله القادمه ان شاء الله كمرحله ثانيه ان تكون في خدمات امنيه، بمعنى يعني اللي يحتاج تواصل فيما يخص الجرائم الالكترونيه ممكن يكون في تواصل، اذا كانت عنده شكاوى معينه، وكان في توجه بعد انه في حال ما اذا شخص يعني كان يبغى يتواصل مع القائد او نائب القائد او اي مسؤول تكون فيه حلقه تواصل من خلال هذا النظام. جميل. وطبعا نظام جدا مثل ما اشوفه سهل وبسيط، وبعد ذلك ممكن اذا ما وجدت ضالتك ترجع مره اخرى للقائمه الرئيسيه، والقائمة الرئيسية كذلك ترجع لك مرة ثانية إذا يعني مثلا اخترت رقم 5 مواقع مراكز شرطة الشارقة وطلع لي كل المواقع أو المكاتب، وبالخارطة ضغط عليها يعني مثلا مخفر البطايح تضغط عليه ويطلع لك بالضبط وين مخفر البطايح، أو تختار مثلا مليحة ويطلع لك نفس الكلام وين مليحة على الخارطة. وحتى براشد افترضنا ان الخدمات اللي هو مثلا محتاج انها الشخص المتعامل ما شافها موجوده من ضمن القائمه، يعني النظام يحوله على النظام اللي هو او الرقم 901 اللي من خلالها موظف البداله ممكن يرد عليه ويشوف شو هو اللي يحتاج بالضبط. جميل. هذه الخدمه طبعا انا كنت بسالك متى تطلق، لكن الظاهر اطلقتوها خلاص يعني موجوده. بالضبط من اليوم. إذا تسمح لي بس نعيد الرقم 06563 صحيح؟ بالضبط 0656 بعدين 4
أو خمس ثلاثات. خمس ثلاثات نعم. خمس ثلاثات صحيح. طبعاً موجود الرقم على مدار الساعة ومن أي مكان في العالم ممكن يقدر يعني يحصل على المعلومة. يعني ما عندك إشكالية أو النظام هذا ما عنده إشكالية 20 30 40 واحد في نفس الوقت يسألون لأن نظام آلي صحيح؟ بالضبط. الله يوفقكم ونتمنى لكم كل الخير سعادتك. يطول عمرك الله يسلمك. شكور شكور ما تقصر. جزيل الشكر لسعادة العميد عارف حسن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، تحدث حول خدمة عون. خدمة جميلة ومريحة والناس يعني بكل سهولة، بس سجل الرقم ما يبالك شيء يعني.